النقطة الأولى، أنا أعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة ممتازة جدا، وهي قابلية المواطن على السير ليلا في الحي أو المنطقة. طلعي بأي منطقة هسه، شعب صار عنده اختلاف كثير وهي ثقافتنا، طلعي بالليل روحي لجيرانكم وطلعي غير منطقة. نساء ايش قد يسوق سيارات هسه عندنا بالليل، وروحي شوفي يعني صحيح. بين سيارة وسيارة تلقي المرأة تسوق. مقدار الثقة بالشرطة المحلية هنا هذا الموضوع، لأن إحنا مجتمع عشائري، فللأسف يعني وتعرفين بعد 2003 يعني صار أكو نوع من فقدان الثقة بالشرطة. يعني خلينا نكون واضحين، إحنا ولد هذا البلد يعني. بسبب طائفي تقصد؟ بسبب طائفي، بسبب القسم اللي عادة ولم يتم تدقيق ملفاتهم بصورة واضحة. لكن الآن بالتعاقب وبالعقوبات الشديدة اللي صدرت وبالالتزام، بدأ المواطن يثق بالشرطة. وهذا على ايش يعتمد؟ يعتمد على الباور اللي يعطوهم يا قياداتهم. مثلا يقول له التزم، لا يهددك فلان اني من فلان جهة، او فلان يقول لك اني من فلان. النظام أبد. يمشي على الكل، خلاص النظام يمشي على الكل. التعرض للسرقة بآخر 12 يعني تقريبا، ترى يعني أنا برأيي ما أعرف، بس أنا أشوف بأنه السرقات قلت كثيرة، سرقة السيارات صارت نادرة عندنا يعني حقيقة. زين شنو كانت المعرقلات اللي كانت تعرقل هذه المسيرة؟ فساد. أنا في إحدى الدول في يوم ما صرت من الدول الفقيرة، فكان عندي صديق يعني يتكلم لي أحد أقربائه النقل إلى القمارق مثلا. زين النقل إلى القمارق حقيقة على الحدود، فقال لي الحمد لله والشكر النقل للقمارك خوش رزق راح يجي. صحيح، القمارك هو مين راح يجي خوش رزق؟ يعني من راتبه مثلا؟ لا،